السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين نعمل فيديو سريع جدا، فهاجم فيو بوينت واقول له سيف فيو بوينت، بيفتح لك القائمة ديت. ممكن اجي هنا اقول له انا عايز اد انيميشن، وابدأ اخد لقطة مثلا نعلم هنا واقول له سيف فيو بوينت، وبعد كده اجي هنا تمام واقول له خد لي لقطة كمان، وبعد كده هاجي مثلا من هنا واقول له خد لي لقطة كمان. وممكن اسحب اي لقطة احطها هنا في الانيميشن بالشكل دوت، درج اند دروب، وبعد كده اسحب هنا واقول له انا عايز اتفرج على شغل حلو، فبيبدأ يوريني حركة الكاميرا بين الفيوهات، بيبقى فيه لقطة أساسية وبيبدأ هو يكون اللقطات اللي بينهم. طيب لو انا عايز اصدر الشغل ده كفيديو، فبقول له اوتبوت واقول له انا عايز انيميشن، بقول له انا عايز كرنت انيميشن اللقطة الحالية، وبيقول لي انت عايز ان رندر في فيو بوينت وفي اوتوديسك، يعمل رندر بان واحد. وبعد كده هقول له صدرها لي كفيديو، واشوف اذا كنت عايز تضغط باي برامج من برامج الضغط ولا لا. خلينا ما نضغطهاش دلوقتي. السايز، عايز السايز تحدد انت الحاجه ولا يبقوا الاثنين نسبه تناسب ولا يوز فيو، تمام خلي فيه تناسب مثلا، بس خلينا نصغرها. لما حاجه ده العميل هخليها كبيره، بس انا ايه دلوقتي عشان ما ياخدش وقت. هنا كام فريم في الثانيه وهنا مدى النعومه، هقول له اوكي واقول له صدرها لي مثلا على الاف، بيبدأ يصدر لي الفيديو. دلوقتي تعال نتفرج على الفيديو تمام. ما يعني ما تعشمش فيديو جودة عالية، مجرد بس يعني نشوف الفكرة. ده الفيديو اهوت تمام. طيب في طريقة حلوة او طريقة لذيذة، ان انا هصدره كصور وبعد كده استخدم برنامج يحول الصور دي لفيديو تمام. يعني فرض ان انا صدرتهم مثلا كبي ان جي او جي بي جي او بيت ماب، هعلم عليهم واقول له اوكي واحطهم كلهم في فولدر واحد. خلينا نعمل فولدر جديد عشان ما حدش يقول ان انا بغش. 101 اهوت، واقول له سيف، هيبدا هو يصدر لي صوره صوره. يعني تعالى نخش كده على الملف دوت اهو، بيبدا يصدر صوره صوره، تحس ان هي نفس اللقطه بقى، لان هم في صور كتيره جدا على ما يقدر يكون الحركه، بس هي في فروق بسيطه. يعني بص هنا في مسافه كبيره، هنا هنا خلاص بدا ما يبقاش في مسافه، وهكذا تمام. هو دلوقتي بيصدر ده البرنامج اهوت. هقول له انا عايز اشوف الاف، احنا كنا صدرناه في 101. هقول له load files from current folder، بس نخلص load file from، هيبدأ يحمل الصور كلها زي ما انت شايف بالشكل دوت. وبعد كده اقول له كريت موف، مارك اول كريت موف، فيبدا بقى يكون لي الفيديو. بيقول عايز احط الفيديو فين، مش هحطه في نفس المكان، فوتو لابس تمام. اوكي بيبدا يعمل لي فيديو من الصور ديت.